هل الله إله العهد القديم هو نفس الإله الله إله العهد الجديد؟ أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة أخرى من برنامج نور لجميع الأمم. أصلي إلى الله أنك تتبارك من خلال فقرات هذا البرنامج. هذا السؤال حير كثير ناس، هل هو نفس الإله إله عهد القديم هو إله العهد الجديد؟ رح نعرف عن هذا الموضوع بعد قليل. استضفنا إلى برنامج نور لجميع الأمم الدكتور القس غسان خلف، هو مدرس في كلية اللاهوت في لبنان وخادم معروف في الشرق الأوسط وفي شمال أمريكا، رح يحدثنا عن هذا الموضوع. أنا أدعوك لكي تشاهد هذه الحلقة حتى تستفيد وتنتفع روحيا من خلال كلمة الله. إذا كان لديك أي سؤال أو أي استفسار، أنا بشجعك أنك تكتب لنا على البريد الإلكتروني أو تتصل بنا. حتى لو عندك شيء بعارض أو ما بتوافق معنا فيه، بكل سرور منحب نسمع منك. فطبعا في ديمقراطية، في حرية لكل إنسان يختار إيمانه أو حياته أو موقفه، لكن إحنا منتحدث. فأنا أدعوك أنك تسمع كلمة الله من خلال هذا البرنامج. كلمة الله حية قوية مخلصة وشافية، وأنا متأكد إذا أنت فتحت قلبك لله، الله يريد أن يتعامل معك من خلال هذا البرنامج. أعزائي، قبل أن نلتقي مع القس غسان، دعونا الآن نستمتع